وبعدين انا شايف طشاش ومش سامع حاجه خالص، دي مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه يا مولاي، لو جنابك عاوز تشم ريحه الغريبه هنشممها لك. طب شممها لي. خلط خلط نهار اسمي. امر وزيرنا. احنا هنبعت ودان سعادتك عشان تسمع اللي بيتقال. طيب يا عم، اذا كان اللي بيتكلم مجنون البس معاه. قلعت وداني اديهم لدول وابن مولاي. مولاي انت مش هتقلع ودان سعادتك، هما اللي هيكونوا ودانك، يسمعوا اللي بيتقال ويجوا يقولوا لنا عليه اول باول. هما جايبيننا هنا عشان يفضلوا يتوشوشوا. أفكر نمشي. طيب نستأذن احنا مولاي؟ خد يا ده انت، هو انتوا شغالين في مغلق خشب، تسعوا مكانكم ولا نفس. اقول لكم امشوا تمشوا. امشوا. تعالوا يعني. مش تاخدوا الامر الاول اللي هتنفذوه؟ ما تتكلموش مع بعض، تسمعوا بس كل اللي بيتقال وتيجوا ترصوا لي زي البغبغان الشاطر. تمام يا مولاي، احنا هنروح نسمعها وبعدين نقتلها. لا نقتلها الاول بعدين نسمعها. ما تقتلوهاش، انتوا الاثنين كل واحد فيكم مجرد ودن. انا ما يعني مش فاهم حاجه يا مولاي. انت قلت مش فاهم، وانت كمان مش فاهم، بس محرج شويه. مش فاهم خالص الصراحه. راحه وزير تميس، تحب تفهمهم بطريقتك ولا اجرب الخازوق الجديد؟ لا لا عفوا يا مولاي، انا هفهمهم. فهمنا فهمنا. طب انا قلت لك ايه؟ هنبقى ودانه. وانت هتبقى ايه؟ ودن من طين. وانا هبقى ايه؟ ودن من عجين. والسلطان هيبقى ايه؟ القلب الكبير. وانا وانت رقصنا نطلعوا بره بره. لو مت ما تجيبهمش يعصوا فيك. Watch it.